توجد أحاديث ضعيفة مؤلفة تروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف لنا أن نعرف بأن الحديث الفلاني صحيح ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا الاختصاص على العلم، اختصاص المختصين في هذا الفن، ولا يصلح لكل أحد أن يدخل فيه، ولا يكفي أن الإنسان يطالع الكتب ويحكم على الأحاديث بالضعف أو بالصحة أو بالفشل، هذا خطر شديد على الأمة. أرأيت لو أن متطببا جاء وأجرى جراحة لمريض شق بطنه وهو لا يعرف الطب، ماذا يكون الخطر؟ كذلك لو جاء جاهل وأراد أن يطالع في الكتب ويحكم على الأحاديث التصحيح أو التضعيف أو التجريح في الرواة، ماذا يجر على الأمة؟ ماذا يجر على نفسه أولا وعلى الأمة ثانيا؟ وما أصبنا إلا بأمثال هؤلاء، فلا يجوز الدخول في هذا الفن إلا لأهل الاختصاص، وعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وإذا كان جاهلا أو مبتدئا فليتعلم على أهل العلم ويأخذ العلم عن أهله ويدخل العلم من بابه على الله سبحانه وتعالى، وليس البر بأن تأتي البيوت من دورها، ولكن البر من اتقى وأتي البيوت من أبوابها. فعلى السائل أن يتعلم أولا، ولا يكفي أن نجيبه في سؤال يمر على الدرب عن كيفية التضعيف والتصحيح أو أن يقرأ في كتاب من الكتب، هذا خطر شديد، فعليه أن يجلس في حلق العلماء وفي المعاهد العلمية والكليات الشرعية حتى يتعلم. جزاكم الله خيرا. إذن هذا من التخصص. نعم. بارك الله فيكم.